FM. الكلمة ليك. هذه كابوتشينو على كاب فهم. واصلين في حوارنا مع ضيفنا لليوم معز بالحاج الحومه اللي رحبوا به مره اخرى. مرحبا بك سي معز. مرحبا. كنا حكينا على المشاريع، كنت اعطينا مقدمه على النجم نقولوا مقدمه تاريخيه كيفاش صارت بالاطوار نتاع المخطط هذا وين وصلت بعد الاتفاق وبعد كل شيء. خلينا نمشيو للمشاريع وخاصه وقتاش البدايه في الانجاز. والبدايه نبداو بالام 77. شنو هي الام 77 اللي سنوا فيها تقريب الولايه كل نسكل. شكرا معاذ مرة أخرى. كما قلت، هو المخطط رحلة طويلة مع وصلنا إن شاء الله. بداية التتويج ما كملناش، باش يكون الاجتماع اللي صار 1 جويلية مع السيد الوزير ومع مسؤولي الوزارة التنمية والتخطيط، هو مش نهاية المشوار، لأنه وقع عرض وقع التفاعل مع جملة من المشاريع، لأنه كما قلت الحجم كان كبير برشا، اللي طلبناه كان كبير بالنسبة للوزارة، اللي هو مش كبير على ولاية تعتبر ولاية ثالثة في حجم الديموغرافي متاحة في الجمهورية التونسية. احنا اليوم في ولاية نابل في حدود 800,000 ساكن، وهي تقريبا من أكبر الولايات دعم في الاقتصاد الوطني، دعم في الصادرات، نمثل تقريبا 15% من صادرات على مستوى وطني، مرجعيتها ولاية نابل في القطاع الصناعي بصفة عامة، سواء كان تكستيل ولا صناعات تحويلية مختلفة. وفي المجال السياحي أكبر قطب سياحي في الجمهورية التونسية هي ولاية نابل، وبالتالي في كثير من القطاعات ولاية نابل تعتبر ثقل حقيقي. هذاك علاش كي نحكيه على حجم الميزانية اللي احنا طلبناها في المخطط اللي باش تغطي تقريبا نسبة 100% أو حوالي 100% من مشاغل الناس، هي معناتها مبرره باعتبار الحجم الديموغرافي وباعتبار موقعها الاقتصادي في النسيج الوطني. قلنا النقاش طرق كان عميق، الوزارة قدمت لنا ما تمت الاستجابة له وما تم رفضه اعتبار أنه يقع تأجيله إلى المخطط القادم. وكان نقاش ما في الحقيقة مش أنا ما كنتش وحدي، كان معايا مجموعة من السادة النواب من بلخم تحية من الميكرو كاب اف ام، اللي كنا تقريبا على قلب رجل واحد، ما كناش نختلفه، ممكن نختلف في بعض الجزئيات، مشروع هذا أولوية ولا هذا على حسب الجهات. حاولنا نخدمه من خلال مؤشر التنمية، نعطيه أولويات للمناطق داخل الولاية اللي كانت أقل حظ تاريخيا من مناطق أخرى، لأنه نلقاو كي نحكيو على مؤشر التنمية في ولاية نابل عنا 16 معتمدية، عنا بعض معتمديات فيها نعتبرها على مستوى وطني من المؤشر التنمية نتاعها من المؤشرات الأوائل، وعنا 140 وعنا حتى 153 على مستوى وطني، تاكل الساحة من مزيز الهورية الميدا. دونك نشوفوا عنا هك وعنا هك، عنا بعض معتمديات مؤشرات التنمية نتاعها جيد جدا، اللي هما خاصة المعتمديات القريبة من العاصمة اللي أصبحت كأنها بون ليو العاصمة، فيها مناطق صناعية مجهزة، عنا ما تلقاش نسبة البطالة نتاعها محدودة، عنا الحمامات، عنا سليمان، عنا جرومبالي، عنا نابل، عنا لكن كي نشوفوا شمال غرب الولاية تاكلسا، نشوفوا الهورية، نشوفوا كما قلت حمام الغزاز الميدا وغيرها، نلقاو فما معناتها تفاوت كبير، مش تفاوت، احنا بتفاعل كبير جدا بين مختلف السادة النواب للجهة. كان قدامنا شعار حتى كي نحكيوا على البيردي، معناتها اللي هو البرنامج الجهوي للتنمية اللي قسمنا من خلاله طيلة السنوات اللي فاتت الميزانية نتاع البرنامج الجهوي والتنمية، قسموها طبقا للمؤشر التنمية بين معتمدية ومعتمدية، وبالتالي حاولنا نخلق العدالة اللي كانت مفقودة طيلة عشرات السنين. هذه الحقيقة كيف في المخطط كان فما تناغم على أهم المشاريع، نستثنيوا المشاريع الوطنية اللي هي مشاريع كبرى، كي نحكيوا على ام 77 ما يهمش معتمدية بذاتها ولا اثنين، يهم شمال ولاية كله، ربط الشمال الولاية بالجنوب، اللي هو كيفاش فما معناتها كما قلت ما فماش تناغم بين شمال الولاية. دونك لام 77 اللي هو مشروع ضخم، انتهت الدراسات فيه سنة 2013 معناتها إعداد الدراسات الميدانية، والوزارة معناتها حضرته. دونك كان جاء الوقت اللي باش نحاولوا ندرجوه ضمن المخطط، أدرجنا ضمن المخطط وتفاعلت الوزارة، لأن الوزارة كانت مقتنعة بقيمة الطريق هذا اللي هو مضاعفته بشكل يصبح بريسك نوتوروت، واللي باش يسهل عملية التنقل كما قلت بين معتمدية شمال الولاية ويربطها بعمق الولاية وبحدودها مع الأوتوروت الأساس اللي يمر إلى جانب ما بين قليبيا ونابل، وفيه 3 طرق حزامية على مستوى قربة ومنزل تميم وقليبيا، وباش يبدأ في هو احنا عمليا توا بدي
بدينا في الانجاز، خلينا نكون واضحين، احنا بدينا فيش؟ بدينا في عمليه تحرير الحوزات نتاع الطريق قرب نابل، معناتها فما اداره تخدم، اداره تجهيز، فما لجنه التصفيه ولجنه انا صح تعبير المصالحه بين المواطن والاداره، قاعدين نعيطوا للمواطنين ونقعدوا معاهم اللي هما في حوزة الطريق على اليمين وعلى اليسار اللي باش يكونوا في حدود التوسعة، قاعدين نتصلوا بهم ونحاولوا نسويوا معاهم في الوضعيات. فما ناس موافقة نقول المعاملات تبدلت ما عادش كما قبل؟ لا، هو المعاملات بعد الثورة كلها تبدلت، ما عادش انتزاع، لكن لا، هو باش نكون واضح، احنا تو مدة أسبوعين في المجلس الوطني، في مجلس نواب الشعب، صدقنا على مشروع الانتزاع من أجل المصلحة الوطنية، لأنه بالفعل إحدى أكبر العوائق للتنمية طيلة السنوات هذه كلها هي عجز الدولة أنها تنجز مشروع، لأنه فما مواطن متعارض. من حق المواطن صحيح على نحكي على الأرض اللي باش ينجز فيها مشروع، مشروع عنده علاقة بالطريق، ولا عنده علاقة بمنطقة صناعية، ولا عنده علاقة بتطهير باش تركز محطة ما تلقاش وين تركزها إلى آخره. دونك المشروع قانون هذا يعطي صلوح، يعطي أولا يسرع عملية الانتزاع، ويعطي للمواطن حقه في أنه معناتها ما يتبخسش حقه، معناتها كي إذا كان أرض تسوى 50 دينار المترو في منطقة هذيك، لازم تعطيه 50، تعطيه 48، ما تعطيش 10,000 ولا 15,000. دونك هذا القانون يحفظ حق المواطن في أنه تتعطى القيمة الحقيقية للأرض، لكنه زاد يحفظ الدولة في أنها تنجز مشاريعها الوطنية اللي عندها بعد وطني، بعد يتجاوز الأشخاص، عنده مصلحة وطنية، تتحرمش من أراضي، ما تتحرمش من أراضي. وقتش المواطن التونسي إراء هذه الطريقة؟ احنا قلنا بداية الإنجاز نسميه وبدينا، اللي هو حتى معناتها تخصيص الأموال، وكما قلت هو المشروع 192 مليار، قدر ب 192 مليار. ممكن يقع تعديل بعد أقل شوية أكثر شوية في أطوار الإنجاز، لكنه قلنا الطريق بدأ في الإنجاز من خلال لجنة التصفية، هذه موجودة، بدأوا يتصلوا المواطنين بين قربة ونابل، الطريق بدأ عمليا أواخر 2016 إذا كان نوصلوا، لأنه طلبنا من وزير أملاك الدولة ومن وزارة العدل أنه يخصونا قاضي، لأنه يزم قاضي يكون على ذمة الولاية باش نسرعوا عملية الحسم في التصوير. والقانون الجديد الأشغال باش تقعد هكاك سي مهندس؟ هي هو نتصور تقعد ماشي مع 5 سنوات. لا، هو ممكن الهدف نتاعنا انه 17 18 يكون مكتمل ان شاء الله بالطرق الحزامية الثلاثة اللي ذكرتها. نمشيو للمشروع المصادق على المشروع الثاني اللي هو مترو، باش يكون هل هذا حلم ولا حقيقة؟ هو باش نكون واضح، هو بدا حلم وقت اللي نحكيو السنوات اللي فاتت الكلها، نحكيو على حكينا على نابل 2050، قلنا نابل 2050 مواطن في ولاية نابل يحلم أنه يشوف وسائل نقل متطورة تربط مختلف معتمديات وشمال وجنوب الولاية بطريقة حديثة ومتطورة. المواطن كما كنا قبل نسمع في أحد الزملاء نتاعكم تشكي من الشركة الجهوية للنقل، لأنه فما معناتها رحلات محددة بتوقيت يقع إلغاء فجأة دون سابق إعلام، وهذا مواطن في 2016 يستنى في كار ما تجيش الكار تتلغى تماما وهو ما في بالوش، معناتها سامحني بالكلمة أنا تخرج تاريخ بآلية. لكن كي تطلب الشركة الجهوية للنقل تقول لك عندي مشكلة، عندي بان، عندي أسطول للنقل نتاعي كان مخصص له في 2013-2014 في قاعة تدعيمه ب 17 حافلة كبيرة، وقع إلغائهم لأنه وقع تحويلهم إلى جهات أخرى أكثر استحقاق، دونك تلقى أعذار أخرى. احنا اليوم الحلم نتاعنا اللي احنا من حقنا نحلمه، من حقنا ان ندافع عليه ونضرب عليه على الطاوله باش ننجزوه، هو قلنا لما لا ولايه نابل كما نشوفوا ولايه المستير وسوسه مربوطين بمترو، علاش ما تكونش ولايه نابل بين شمالها وجنوبها اللي هي ولايه معناتها شاسعه في على طول معناتها بشكل كبير برشا، تقريبا 70 كيلومتر، اي معناتها حوالي 80 كيلومتر أو اكثر شويه. كي نشوف الشريط الساحلي من اللي يدور حول الولايه اللي هو حوالي 170 كيلومتر شريط ساحلي معناتها في ولايه نابل مش شويه. نحكيو حتى لتنميه الجانب السياحي، اذا كنت تصور انت عندك مترو يخرج من المنطقه السياحيه حمامات يتعدى على نابل، ويتعدى مرورا بدار شعبان بيان سور وبني خيار، ويتعدى على قربه، ويتعدى على منزل تميم والميده، ويتعدى على قليبيا وحمام الغزاز والهواريه، ونجم ياخذ الدوره يرجع على تكلسه، ولا يكون في وسط في 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 وسط تقريبا جسم الولايه الممتد على طول هذا كله، ويقع ربطه بمحطات ترابط، ينجم يكون بحافلات ولا معناتها وسائل نقل اخرى فرعيه تربط بين معتمديات الشمال الشرقي والجنوب القبلي بين قوسين، معناتها هذايا ممكن. دونك احنا اقترحناه في المخطط
وللحقيقة معناتها للأمانة الوزير تفاعل اللي هو كان يعتبروه مشروع صعيب. ياسين تفاعل احنا بإلحاح النواب أنه يقع إدراج على الأقل في الجزء الأول دراسة المشروع، وتم تخصيص مبلغ مهم جدا لدراسة مشروع مترو يربط شمال الولاية بجنوبها ويربط كل تقريبا حدود الولاية بشكل اللي الحلم ينجم يكون حقيقة في الوقت القريب إن شاء الله. في انتظار الحلم يولي حقيقة، فما معلومات جيت حبيت نتأكد منك معاذ بحاج الحومة خصوص هل فما تقصير من السلطات الجهوية اللي ما قدمتش نجم نقول المشاريع للوزارة التنمية، وهكا النجم هذا الأحلام هذه الكل تتبخر إذا كان ما تمش رصد الأموال اللازمة. لا، هو المشاريع هذه كما قلت الكل ترجع بالنظر للإدارة الجهوية للتنمية في ولاية نابل، وإحنا قدمناها المخطط وخدمنا عليه وقدم إحنا كمشينا الوزارة المخطط الكل اللي موجود. تخدم في ولاية نابل عرض علينا بالبروجيكسيون وفيه المشاريع كلها. ممكن نصلح المعنى اللي ممكن غاب واللي ممكن السيد الوزير من خلال الجلسة عبر عليه اللي ما يسمى بالبرنامج الجهة والتانية البروغرام بير دي ميزانية 2016 يلزم يقع ضبطها بالتفصيل، احنا ضبطناها من خلال المشاريع لكن يلزم يقع ضبطها وإرسالها للوزارة باش تصادق عليها باش يقع صرف الأموال. هذا فما شوية تأخير. الكلمة ليك